صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشر، معكم من منطقة لافاييت ضرب عمار. يعني واحد البوطو ديال الضوء كيشكل واحد الخطر كبير على المارة وعلى السيارات وعلى الساكنة كذلك. تابع شركة ليديك وحتى شي واحد من مسؤولي ليديك ما التفت لهذا البوطو وصيبوه. ها هو مقلع من الأرض، لا من الله شحال فيه من الفولت العريان. شوفوا شادو غير هذا الخيط، شكون ما كانش هذا الخيط غادي يطيح شي واحد غيقتلو. هاد العمود الكهربائي راه شادو غير السلك، على السلك غادي ترشيه الشمس والشا غادي يطيح على شي واحد. نتمنوا من المسؤولين دائما كنديروا المباشر، كنطلبوا منهم انهم ماشي يتكلفوا بزاف ديال الامور. ولكن حتى شي حد ما كتسوق هنا هذا البوطو او عمود كهربائي راه كيشكل واحد الخطر كبير. يقدر يكون داير شي راجل من هنا او شي سيده او شي واحد غادي للخدمه يقدر يطيح عليه ولا حتى السلامه وصافي.